يعني ثقه الكابتن بدر وهو بيختاركم والنهارده يعني ما شاء الله مأدين بشكل يعني مش هقول جيد لا شكل فوق الممتاز وواصلين فريق 2010 بيلعب كره حلوه متصدر المسابقه وما شاء الله عندكم مواهب كمان والله الكابتن بدر يعني بعيدا عن, عن الشغل بعيدا عن الكوره فهو يعني حد انا بعتبره في منزله والدي وانا يعني تعرفت عليه من فتره كبيره فكان في ما بيننا اصلا نقاشات كتير في الكورة وفي التدريب فبصراحة حد مدرسة الواحد يقدر ان هو يستفاد بيها بشكل كويس ويتعلم منها من خلال الشغل فلما جينا اشتغلنا وجينا اتحطينا في المجال وكان دي كانت اول مره كابتن وانت بتتكلم دلوقتي بنعرض بعض الماتيريال وبعض الاهداف في الدوري الفريق 2010 اتفضل يا كابتن فالكابتن بدر بصراحه مدرسه كبيره فان انا اشتغل تحت يعني رايته او هو يديرنا بشكل كويس فده بيدينا اريحيه وبنتعلم حاجات كتير من خلال الوركشوب طبعا يعني اللي كان هيعملها الفتره اللي جايه اللي عطلته طبعا المرض اللي كان بيمر بيه فده كل أنا ده انا قلت له اول ما جه قلت له يا كابتن بدر بص قال لي انا هلف مصر كلها قلت له خد الامور واحده واحده لا تلاقيه راح المنصوره وطلع المنصوره على قلت له من على طب, أكتف طب أكتف ادي يومين ثلاثه اجازه بعد كده روح محافظه تانية فتره اختبارات لا كان داخل يعني لا هو ما شاء الله يعني ربنا يديله الصحه هو <applause> اكتف وبيحب الشغل جدا ما بيحبش حتى الاجازه يعني حتى لما بنيجي ناخد اجازه يقول لك انا عدو اول اجازه <applause> فدي حاجه بصراحه انا بحبها فيه يعني حتى انا اتعلمتها منه احنا بنيجي التمرين بتاعنا بنيجي قبلها تقريبا بساعة أو ساعة ونص على الأقل بنيجي نقعد نتناقش بعد ما نخلص تمرين نقعد نتكلم التطوير الشغل التدريبات الجديدة طب نعمل كذا طب التدريبات الذهنية ازاي بتخلق تطور سريع للعيب فايس. فالحاجات دي كلها بصراحة انت بتتعلمها على مدار فترة العمل من خلال طبعا شغل الكابتن ودايما اجتماعاته معانا الفنيه والحاجات اللي بيديها لنا بتقدر تطور وبتقدر تبقى ليها مردود كويس على اللعيبه يعني فدي كانت حاجه كويسه بصراحه كابتن صالح لما بيبقى نجاح اكيد في منظومه بتحب بعض في ناس بتحترم بعض كابتن بدر رجب لازم اقف عنده شويه ان هو زي ما كابتن احمد بيقول متواجد دايما في كل الاحداث بعد المباريات حتى لما بتكسبه ممكن نتيجه كبيره